منافسة البي ام والمرسيدس يعني صار لها تقريبا أكثر من 100 سنة. السلام عليكم، أخوكم المهندس يوسف القحطاني. ما عندهم عيب الشركات الكبيرة حتى لو كانت ناجحة أنها تنسخ مشروع ناجح من الشركة الثانية. فراح نشوف المرسيدس الآن طلعت الجي ال سي العام الماضي علشان تنافس الاكس 4. اليوم إن شاء الله راح نتعرف على السيارة هذه بشكل خارجي، بشكل داخلي، تسارعها من 0 إلى 100، أدائها في الحلبة. راح أقارنها مع أختها الثانية اللي هي الاس يو في، اللي يسمونها الاس يو في اللي جربناها العام الماضي. نهاية الحلقة راح نقيم السيارة، هل هذه بما أن شكلها حلو أدائها حلو، وراح أقارنها بالمنافسين من الشركات الثانية مع ذكر أنواعها وأسعارها وأسعار قطع الغيار. لا تنسون اشتراك سبسكرايب ولايك، حياكم الله. بسم الله. قبل سنة تقريبا العام الماضي جربت الجي ال سي العادية من هذه، أو خلنا نقول اللي يسمونها الاس يو في، اللي كانت تطور كبير جدا مقارنة بالجي ال كي اللي كان شكلها يعني جدا قبيح. كان فيها صراحة أشياء كثير إيجابية، وكان فيه بعض الملاحظات اللي ممكن اليوم نشوف في السيارة هذه هل فعلا تحسنت أو لا زالت نفس الملاحظات اللي لقيتها على السيارة هذه. وشيء إيجابي أن نشوف سيارات رياضية تصير أكثر وبنفس الوقت أحلى. فإذا بنتكلم على شكل السيارة الخارجي يعني صراحة حلو ويلفت الأنظار ويلفت الانتباه، يعني هي نسخة تقريبا طبق الأصل من الجي ال اي. فمن وجهة نظري أعتقد أنها أجمل من الإكس 4 من البي ام دبليو. إيش رأيكم نروح نشوف خارجيتها مع بعض؟ هذه المرسيدس الجي ال سي 250 الكوبي الجديدة بالكامل، وتجي في الخليج كلها دفع رباعي مستمر اللي يسمونها الفورماتيك. طبعا هي مبنية على الجي ال سي العادية، ولكن الأبعاد حقت السيارة هذه متغيرة بالكامل سواء من برا أو من داخل. فرح نشوف هذه مثلا راح تكون أطول من العادية تقريبا 76 ملي، وطبعا الطول راح يكون في المنطقة هذه، يعني المسافة بين المحور الخلفي وآخر السيارة زادت تقريبا ب 76 ملي، بينما الويل بيز نفس الشيء اللي هو من المحور الأمامي للمحور الخلفي نفس المسافة. ونفس الشيء راح نلقى أن مقدمة السيارة بالكامل من الجي ال سي العادية. راح نلاحظ بنفس الشيء أن السيارة نازلة بشكل كبير، يعني السيارة تعتبر يعني جيب صغيرون، بس لما تقرب من السيارة فعلا راح تلقى أنها سيارة نازلة. فهذه أنزل تقريبا ب 37 ملي عن الجي ال سي العادية. الفرونت راك ويدث بالسيارة هذه أصغر من الجي ال سي العادية تقريبا ملي، ولكن وراء أعرض تقريبا باثنين ملي. وطبعا هذه تعتبر أثقل من الجي ال سي العادية تقريبا بخمسين كيلو، لأن فيها مواصفات تعتبر أكثر من العادية كستاندر. طبعا شكل السلوب هذا أثر على مساحة التخزين أو مساحة الدبة أو الشنطة الخلفية، فهذه أصغر تقريبا بخمسين لتر إذا كانت الكراسي يعني زي ما هي ثابتة. وإذا تسدع الكراسي راح تصير أصغر من الجي ال سي العادية تقريبا 200 لتر. إذا بنشوف التأثير على الأبعاد الداخلية بشكل سريع، فالكل راح يتوقع أن التأثير الكبير في المساحة الخلفية، بينما هو لا، التأثير الكبير هو المسافة بين أرضية الكرسي وسقف السيارة. هذه أقل من الجي ال سي العادية تقريبا 76 ملي، العرض نفس العرض، بينما في الخلف راح تصير أقل من أعلى نقطة إلى قاعدة الكرسي تقريبا 33 ملي. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الكراسي الخلفية راح نشوف أنها أقصر من الجي ال سي العادية. الشيء الثاني، المسافة من المنطقة هذه إلى ظهر الكرسي هذه قلت 19 ملي، يعني 2 سنتي تقريبا. فهذا تأثير يعني الكوبي على بعد السيارة. نفس الشيء المسافة من الباب اليمين إلى الباب اليسار هذه تأثرت يعني قلت تقريبا ملي. إذا بنشوف الملامح الخارجية، أنا أعتقد المرسيدس نجحت في شكل الجي ال سي أكثر من البي ام في الإكس 4. هذه صراحة حلوة من جميع الجهات، ولها حضور أكثر بكثير من الجي ال سي اللي هي أختها اللي تعتبر يعني سيارة عائلية أكثر. فملامح السيارة الخارجية
جدا روعة، خصوصا من وراء ما شاء الله تبارك الله روعة، مع ملاحظة الخفيفة اللي على التصميم الخارجي مثلا اللي وراء مختلف شوي عن الأمامي، تلقاها وراء انسيابية ما شاء الله حلوة، بس لما تسكر عيونك تجي تطالع قدام مثلا راح تلقى سيارة ثانية، سيارة مختلفة تماما. الـ AMG هذه عليها AMG كتمة من برا، تعطيك الدايموند جريل هذه وعلامة المرسيدس الشعار الكبير ما شاء الله، راح نلقى سيارة وجه السيارة ما شاء الله يعني جدا عنيف وحلو، وتحس ان السيارة شوي نازلة كسيارة كجيب مثلا، راح تلقى فيها اشياء يعني ما هي حقيقية، مثلا مرسيدس اغلب المنطقة هذه عندهم بس منظر جمالي، ما هي فتحات تبريد، تلقى فتحات تبريد غالبا في المنطقة هذه والمنطقة هذه. الكبوت راح تلقى فيه مثلا نحت عجيب، السيارة هذه عليها الـ LED Intelligent Lighting System اللي تتحرك متكيفة على حسب الطريق. عجيبة الإضاءة ما شاء الله. أنوار الضباب في الجهة اليسار، والإضاءة الأمامية كلها بالكامل LED. نشوف مع بعض الـ Intelligent Lighting System الـ LED اللي في الـ GLC 250. طبعا تقدر تحط العالي والواطي بشكل إلكتروني، تدف العصا قدام تصير الآن إلكترونية من نفسها، تختار إذا كان العالي يشتغل أو لا. فإذا واجهنا سيارة قدام سواء كانت نفس الجهة اللي احنا فيها أو في الجهة المقابلة، المفروض أنه يطفى العالي، وطبعا متكيف يعني تحرك يمين ويسار وفوق وتحت. الآن العالي شغال، إضاءته جدا ممتازة. في سيارة جاية من قدام، خلينا نشوف إذا فيه راح يطفى ولا لا. تقريبا طفت جزء من الإضاءة اللي رايح للسيارة اللي كانت على اليسار. نشوفها الآن مع الدوار ومع اللوحات اللي غالبا على الطرق السريعة تكون مزعجة لما تشغل العالي، خصوصا إذا كان LED ولا زينون. شوف التحرك يمين ويسار، ولاحظت انه فعلا في بعض الاضاءة اللي تروح على اللوحات بعض الاحيان تطفى بعض الاحيان لا، يعني زي اللوحة الكبيرة هذه لا ما طفت. في سيارة في الجهة المقابلة، تقريبا الاضاءة طفت، العالي طبعا الآن اللي شغال النور الواطي. ف
فالإضاءة نقدر نقول ما شاء الله في الظلام الدامس راح تكون جدا ممتازة. الآن جزء من العالي اشتغل، جزء من العالي الآن اشتغل على اليمين، بينما اللي على اليسار المتجه للسيارات ما اشتغل. الآن بدأت تطفي النور اللي على الفورد، بس النور اللي على اليمين شغال. ففعلا يعني نظام الإضاءة فعلا نظام ذكي. السيارة هذه في صوت هواء صراحة، لما تمشي فيها هاي واي أسمع صوت هواء من جهة المرايا ومع أكتاف السيارة، بس شيء طبيعي يعني الناس الدقيقين جدا ممكن الشيء هذا ما يعجبهم. فهذه لاحظت شوي تختلف عن مثلا السيارات المرسيدس الثانية اللي فعلا فيه هدوء تام. وعندك الكفرات والتواير بالسيارة تجي ستاندرد 18، بس هذه عليها AMG 19 اللي قدام أصغر من اللي ورا. هذه حجمها 235 55 19. ورح نشوف البريكات الكبار اللي هي AMG، هذه تعتبر نفس الشيء اوبشنال. والسيارة تجي الجي ال سي الكوبي يجي عليها السسبنشن ستاندرد السبورت، هذه عليها البورت انك تطلع بالسيارة، بس السيارة نازلة. فهذه يعني غالبا تعتبر منظر جمالي اكثر من انها تكون يعني عملية اكثر. عندك السيارة فيها كاميرا 360 درجة، وعندك الكفرات والتواير اللي ورا اكبر، تعتبر 255 على 50 على 19، معتمدة طبعا من مرسيدس. والكفرات والتواير هذه ما هي رن فلات، كفرات عادية. تانك السيارة اللي هو 66 لتر تقريبا، والسيارة فيها طبعا البصمة تقدر تفتحها وتسكرها بالبصمة. وطالبين انك تعبيه 95، هذا الكفرات والتواير. طبعا تقدر انك تفتح السيارة والدرايش عن طريق الريموت مثلا بالطريقة هذه، تفتح الدرايش، ونفس الوقت تقدر انك تسكرها بضغطة طويلة. طبعا تصفط عندك المرايا الخارجية. هذا المفتاح العادي. اذا بنشوف خلفية السيارة ما شاء الله تبارك الله، احلى جزء في السيارة الخلفية. وفي عندك خيار اضافي اللي هو السبورت اكزوست، ارخص سبورت اكزوست ممكن تطلب على السيارة هذه، قيمته تقريبا 128 دينار او تقريبا 1600 ريال. يضخم في الصوت شيء بسيط خصوصا في السبورت بلس. والكاميرا تطلع من الجهة هذه، او تقدر انك تفتح الدبة بالطريقة هذه. في اوبشن انا ما شفتها صراحة، بس انا اعتقد انه راح يكون جدا خطير، تقدر تطلب الشعار المرسيدس هذا يكون في اضاءة LED، اعتقد انه راح يطلع يعني جدا خطير. نفس الشيء فيه اوبشن اضافي، اذا فتحت الابواب راح يطلع لك فيه من هنا مثلا اضاءه تعطيك شعار مرسيدس في الارض LED ثلاثي الابعاد. الدبه الخلفيه تقدر تفتحها بالريموت او من داخل السياره، او عن طريق تضغط الزر هذا من فوق، وفي كاميرا. وبنفس الوقت تقدر انك تمرر رجلك تحت السياره راح تفتح معك. فرح نلقى المساحة يعني العمق اوكي، بس زي ما شفنا في الاكس 6 والجي ال اي الكوبي المساحة بتكون اصغر شوية. فهذه بالوضعية هذه اصغر من الجي ال سي العادية بخمسين لتر. واذا سدحت الكراسي اللي قدام هذه اللي في الوسط فرح يعني اقل من هذيك الجي ال سي العادية بميتين لتر. وعندك في باور اوتلت، عندك غراض تعلقها هني، وهذا اللي يصفط لك الكرسي هذا، عندك شبك ماكن تخزين، وعندك هذا اللي يصفط الكرسي اللي على اليمين. طبعا هذه كلكم عارفينها. وعندك الارضيه مرتفعه شوي لان في السياره فيها كفر او سبير تاير، خلنا نقول كفر احتياطي موجود في المنطقه هذه مع عده السياره. وزي ما قلت تقدر انك تصفط
عند رجلك تمرر رجلك مره ثانيه راح تتسكر السياره. اذا بنتكلم على داخليه السياره فنتكلم على السي كلاس 100% نسخه طبق الاصل. يعني لو بتركب السياره هذه والسي كلاس او تركب في الجي ال سي الاس يو في العاديه نفس الداخليه بالضبط. اللهم اللي يفرق معك اللاينز اللي راح تاخذها على داخليه السياره. والداخليه هذه ما هي من النوع اللي مثلا بعد فتره راح تمل منه، بالعكس كل ما تعيش مع السياره هذه سنه سنتين ثلاث سنين راح تحس نفسك فعلا انك ارتحت جدا للداخليه. فعلا المرسيدس استعبت في الداخليه هذه بحيث انها تكون مريحه لك على فتره طويله. خلونا نروح نشوف داخليتها مع بعض. شوف داخليه السياره مع بعض. طبعا الداخليات بالمرسيدس تجيك انواع كثير، تجيك ستاندرد وتجي النوعية هذه تصير جلد بالكامل. طبعا تقدر تطلب هذه جلد، طبعا جلد صناعي ما هو جلد طبيعي. وفي اللي افضل منهم كلهم اللي هو الديزاينو، وانا صراحة افضل انك تطلب عليها الديزاينو لانه فعلا يخلي السيارة متغيرة بالكامل وسعرها تقريبا 1200 دينار او 15000 ريال او 4000 دولار، ويخلي السيارة من الداخل يصير فيها ريحة حلوة. وفي الداخلية طبعا تصير ستاندرد وتصير عندك الاكسكلوسيف وتصير عندك الاي ام جي. الاي ام جي راح يشيلون عندك الخشب اللي موجود في الابواب ويخلي لك هذه تصير خشب اسود، بينما الباقي راح يكون كله المنيوم. والدركسون او السكان راح يصير من هنا زي حرف الدي مثلا. فراح نشوف الباب صغيرون، باب قصير وفتحة الباب خفيفة، يعني كسيارة اوروبية يعتبر فتحتها خفيفة، بس لما تسكره راح تحس ان السيارة فعلا الجودة فيها عالية جدا. راح نشوف ما شاء الله الخشب عندك، السيارة هذه على كراسي تبريد وتدفئة وفيها البرمستر ساوند سيستم، هذا كله جلد، الجزء العلوي هذا كله جلد، هذا جلد، بينما هذا تلقاه بلاستيك، بس بلاستيك الجودة فيه حلوة يعني ينضغط ناعم. هذا اللي افتح الدبة عندك، عندك ما شاء الله أماكن التخزين دروج حلوة، وحط لك في الأرضية ربر عشان يعني ما تسبب لك إزعاج. عندك هذا إشعال مرسيدس في إضاءة LED، والسيارة طبعا صناعة ألمانية شتوتغارت. حط لك الباركود، يعني تبي تشوف معلومات السيارة بس تاخذ الباركود سكان تصير عندك معلومات السيارة. الكراسي كهربائية بالكامل، عندك أنظمة مساعدة السائق بالسيارة هذه اللي هو تحذيرات المسار، عندك 360 درجة فقط ما فيها أكتف لين تشينج ولا شيء هذه اللي تتدخل في السيارة إلا حق الحوادث لا سمح الله الأمامية. إذا بتصدم السيارة اللي قدامك السيارة راح تمسك بريك. عندك الدركسون تحكم فيه كهربائي فوق وتحت يمين وقدام وورا. عندك الأوتو بارك، دعسات الأرجل لازمكم الله عادية ما هي ألمنيوم. طبعا في عندك الايرباقات في كل مكان، راح تشوف الجلد في اغلب الاماكن، هذا شيء جدا حلو. خلنا ندخل السياره. السياره تشتغل بالمفتاح، بسم الله. السياره هذه سيطر عليها الشاشه الاكبر اللي 8 انش، فيها الكوماند سيستم، فيها يعني صراحة راح تلقى شغلات كثير تلعب فيها في السيارة هذه. من ضمنها الإضاءة الداخلية، عندك ثلاث خيارات في الإضاءة الداخلية، في عندك الأزرق والأبيض وعندك الأورنج، أغلب الناس تفضل الأبيض. فراح نلقى نفس داخلية السي كلاس بالضبط، عندك مكيف للجهة اليمين ومكيف للجهة اليسار، بس المروحة لهم واحدة. نلقى عندك الجير حق المرسيدس 6 سرعات موجود هنا، وفي عندك البادل شيفترز موجودة في المنطقة هذه بس مصبوغة أسود ما هي ألمنيوم. والعدادات العادية، والتحكم فيها عن طريق المنطقة هذه مثلا. وسائل مساعدة السائق هذه هي. في الجهة اليسار تتحكم في المنطقة هذه معها الفويس كوماند، بينما الجهة اليمين فيها الفويس كوماند نفس الشيء، هذا الاوف وهذا الاون، ترفع وترخي في الاصوات وترد على التليفون او تسكر التليفون. عندك مثبت السرعه يعتبر عصا في هني، ما
وعندك اللي يتحكم في الدركسون، الإضاءة الخارجية LED بالكامل قدام ورا، وفيها الإلكترونية الكهربائية اللي تتحكم من نفسها وتشتغل عالي وواطي من نفسها. هذه نفس ما تعودنا في السي كلاس. عندك مساحات التخزين في السيارة جدا يعني ممتازة، عندك الكب هولدرز، عندك نفس الشيء كان صغيرون هنا. الكونسول هذا الكوماند أونلاين، كوماند سيستم حقهم اللي يرفع صوت، هذا يطفي السيستم، هذا تراكشن، وهذا عندك الدايناميك سيلكشن اللي يعطيك أكثر من وضعية، اللي هي مثلا إيكو راح تكون موجودة هناك، إيكو، كومفورت، سبورت، سبورت بلس، والإندفجوال أنت تبرمجه على كيفك. وعندك هذا إذا تبغى الجير يكون عادي، وعندك هذا الأوتو ستارت ستوب. الزر هذا حق السسبنشن أو مساعدات المعونيات، نظام التعليق اللي تبيه يكون رياضي أو تكون مريحة والأشياء هذه، اللي يرفع ويرخي السيارة بيكون في المنطقة هذه. في الكونسول نفس الشيء، في عندك ما شاء الله وساحة تخزين جدا ممتازة في المنطقة هذه، فيها 2 USB، فيها SD كارد، ومساحتها جدا حلوة. إذا بنطلع فوق عندك المرايا الأوتو ديمينج، هذه الخارجية، هذه أوتو ديمينج بس اللي عالمين ما هي ما تصير أوتو ديمينج. إذا جاك من وراء أحد أزعجك بالإضاءة فهذيك ما راح تعتم بالليل. راح نشوف عندك فتحة السقف، وفتحة السقف ما شاء الله تعتبر يعني كبير. عندك النظارة، عندك الإضاءة الداخلية LED طبعا. سقف السيارة، سيارة طبعا أسود، قماش أسود، حركة حلوة. هذه الوضعية من جهة السواق. شوف الكراسي اللي وراء، راح تلاحظ ان فتحة الباب شوي ضيقة، الباب ما يفتح مثلا للأخير بحيث انه يعطيك مجال انك تقدر تدخل او تطلع من السيارة، فالسيارة شوي كومباكت. بس راح نلاحظ نفس الفخامة الموجودة، يعني الجلد، الخشب، الألمنيوم، هذا جلد. عندك نفس الشيء مساحة تخزين حلوة، اللون خالدين بين البراون وبين الأسود، مجهزين إذا تبغى تضرب ورا مثلا الشاشات الخلفية هذا جاهز. راح نشوف الكراسي اللي ورا، يعني تقريبا شبه قائمة، فاللي ورا الله يعينهم يتحملون يعني إذا مسافات طويلة أو شيء. وعليها أوبشن إضافي، عندك المكيف الخلفي منفصل بالمروحة حقتها وبالشاشة حقتها، بس ما في إلا هذه الفتحات واللي تحت، بس ما في شيء مثلا في كتف السيارة، هذا شيء غريب صراحة. وعندك تصفط الكراسي من الزر هذاك، واضح وقريب. بس أمس كنت ماخذ العائلة، كان واحدة من بناتي عمرها 2 سنين، فشافت الزر هذا وسحبت الزر هذا وطاح عليها الكرسي. فممكن بالنسبة للأطفال تكون شوية غير، ما ودي أقول غير آمنة، بس لاحظوا كيف راح يفتح الكرسي بسرعة. فتخيل إذا كان طفلك قاعد هنا مثلا حاط هذه أو فتحها. عندك طبعا 20 40 20، يعني هذه وضعية الرأس بالنسبة لي أنا. تشوف اللي وراء صغيرونة، ومساحة الرأس يعني معقولة إلى حد ما. هذا بالنسبة لي أنا مساحة الرأس. تشوف السلوب يعني جاي بشكل كبير في المنطقة هذه، بس ناحتين المنطقة هذه بالنسبة للرأس، ناحتين عشان تعطيك مجال للرأس. وهذه الرؤية بالنسبة من جهتك أنت على اليسار، في عندك في قزازة صغيرون هنا عشان على الأقل المنطقة هذه ما تصير كلها سودة. عندك الأرباقات ما شاء الله في كل مكان، وهذا المتطفل على السواق والراكب اللي قدام.
مش قاعد تسوون؟ راح تلاحظ ان فتحة السقف ما شاء الله كبيرة، تقريبا الى نصف السيارة، بس التحكم في هذه يدوي. كان ودك ان خلوها كهربائية. الالوان الداخلية للسيارة 3 ألوان، هذا تقريبا الاورنج او خلنا نقول البرتقالي، هذه الكراسي اللي ورا عند الارجل اللي تحت، عندك المكيف، هذا الكرسي اللي ورا على اليسار، هذه من قدام، اذا بنشوف الازرق، هذا الازرق تقريبا، الكراسي اللي ورا، نفس الشيء أزرق عند الأرجل، هذا الباب اللي على اليسار، واللون الأخير اللي هو الأبيض، وأبيض تقريبا شوي مائل للصفار. نفس الشيء الأبواب اللي ورا وعند الأرجل، شوف جهاز الراكب الأمامي نفس الوضعيات اللي موجودة عند السواق موجودة عند الراكب، كراسي تبريد، تدفئة، ميموري، كراسي تحكم كامل عندك ما شاء الله. هذا مبين كأنه جلد صراحة في لما شفت في الشمس، بس أعتقد إنه مو جلد، أعتقد إنه بلاستيك أملس. كراسي ما شاء الله يعني فيها سبورت حلو، بس كان ودك إن هذه إنك تقدر إنك تنحفها وإنك توسعها. عندك شبك حق تخزين، عندك درج في المنطقة هذه، وفي العطورات تجي في المكان هذا. هذا المنظر من جهة الراكب اللي قدام، هذه لون أبيض بس ب22.5. المميز فيها داخليتها ديزاينو، راح نشوف ما شاء الله. طبعا في اللوجو تحت بس بالليل يبين أكثر، بس الديزاينو من داخل عجيب، والداخلية AMG فصراحة يستاهل. الAMG راح يصير عندك هذا ألمنيوم، كله ألمنيوم، والدركشن والسكان بيصير حرف الدي. حلو الألمنيوم، هذا خشب مطفي طبعا، والريحة إلى حد ما جيدة، ما هو واو بس على الأقل تشم ريحة جلد، وراح تكون أفضل أعتقد لما تكون السيارة في الشمس. راح نشوف هذا الأدابتف سسبنشن، مساعدات المعونيات، تقدر ترفع السيارة وتنزلها. داخلية الديزاينو حلوة ما شاء الله. نجي لأهم شيء، المرسيدس مطلع السيارة هذه تقول هذه السيارة سبورت اكتيفيتي كوبي، يعني سيارة رياضية أو متعددة المهمات رياضية بس على شكل كوبي، وغيروا شغلات كثير فيها، يعني عدلوا في الستيرنج أو الدركسون أو السكان اللي بالسيارة، بنفس الوقت السسبنشن مساعدات المعونيات تجي ستاندرد سبورت، وعدلوا عليها. في عندك اوبشنز يعني تقريبا 3 خيارات من السسبنشن. بس قبل ما ندخل في الامور هذه شوف ماكينة السيارة،
المكان اللي تجعل السيارة هذه طبعا 4 سلندر و6 سلندر اللي هي ال 43 6 سلندر. فهذه الماكينة الأربع سلندر، 4 سلندرات وراء بعض 2.0 التيربو، 211 حصان، 350 نيوتن متر العزم. بس راح نلاحظ ان الماكينة نازلة عشان ينزلون السنتر اوف جرافيتي بالسيارة هذه، والمساحة اللي قدام ما شاء الله تحس المساحة فعلا السيارة جدا عريضة وكبيرة. خلنا نشوف الماكينة وين. يعني تقريبا خلف المحور الأمامي بشيء بسيط تقريبا. مكينة السيارة الـ 2.0 الأربعة سلندر اللي وراء بعض اللي هي التيربو، 211 حصان البي اس، أو خلنا نقول 208 بريك هورس باور، وطبعا العزم فيها 350 نيوتن متر العزم. طبعا الفول باور ال 211 حصان هذه راح تاخذها بالكامل على سرعة 5500 RPM، بينما التورك راح تاخذ 350 نيوتن متر العزم، هذه راح تاخذها من 1200 إلى 4000 RPM. مرسيدس تقول من 0 إلى 100 في 7.3 seconds. خلينا نروح نشوف راح تجيب الرقم هذا ولا لا. نرجع لموضوع السسبنشن او المساعدات او المعاونيات او نظام التعليق اللي كان فيه ملاحظه على السياره القديمه اللي هي الجي ال سي 300 الاي ام جي العاديه قديمه اقصد اللي جربتها قبل سنه تقريبا. فكانت ملاحظتي ان مع المطبات زي المطب هذا على الستاندرد سسبنشن تحس ان رده فعل السياره كانها رده فعل سياره يعني صالون او خلنا نقول سيدان، ما هي رده الفعل الجيب. السبب هذا الظاهر المساعدات حقتهم قصيرة. الآن في المطب هذا راح نحاول أخذه بسرعة شوي، تحس أنه أنضغط للآخر وصار الحمل بالكامل على الكفرات والجنوط والرنجات والتواير. الإحساس هذا ما هو حلو، ولكن بالقيادة العادية مثلا بدون مطبات يعتبر شوي مريح وشوي قاسي، يعني صراحة روعة. يعني إذا بشيل موضوع المضبات السسبنشن روعة ممتاز، نظام التعليق فيها جدا ممتاز. نشوف في الحلبة شنو راح يصير. الدركسون أو الستيرنج اللي بالسيارة نفس الشيء معدل عليه مرسيدس، حلو مختلف بشكل كبير عن اللي في الجي ال سي. اللي في الجي ال سي كانت ملاحظة اللي عليه جدا كبيرة، في السيارة هذه لا، يعني ما هو بيرفكت بس ممتاز. ويصير عندك وضعيات مثلا اذا حطيتها على السبورت او على السبورت وعلى النورمال يصير عندك، يعني الان يصير خفيف، اذا حطيتها على سبورت يصير معك شوي ثقيل بس مو هو ثقيل بشكل قوي. يعني حتى الان بحطها على سبورت بلس ما هو ذاك القوي جدا.
الجير في السيارة نفس الشيء. أنا لاحظت أنه بالسيارة هذه الأفضل إلى حد ما من اللي كان موجود على الجي ال سي العادية. هذه كان فيها هزات عنيفة، هذا يعني أفضل تقريبا بدرجة واحدة. الانجن ريسبونس أو استجابة المحرك زي اللي في سيارات المرسيدس الثانية، يعني تحس أنك تدوس بعدين السيارة تستجيب معك. فعندك الماكينة وعندك الجير، هذا طبعها وهذا الكاركتر حقها. بالقيادة العادية ما راح تحس بأي شيء، بالعكس ممتازة جدا. بالحلبة لما نجربها في الحلبة راح نشوف عليها. وطبعا السيارة هذه تجي ستاندرد فورماتيك اللي هو دفع رباعي مستمر. اللي يميز الجي ال سي الكوبي عن العادية، مثل ما قلنا في الجي ال اي الكوبي، ان هذه ما يجي عليها الاوف رود باكج او حق البر اللي يجي في المنطقة هذه، ازالي حقة البر والهل ديسنت كنترول والاشياء هذه، راح تجي على هذاك اوبشن اللي يصير من السيارة. نفس الشيء راح يصير فيه تصفيح من تحت، يعني حق الاوف رود حق البر ما راح يجي على السيارة هذه. فهم يقولون لك السيارة هذه يعني شبابية وسيارة اقتصادية وسيارة في المدينة ورياضية أكثر. الفرامل في السيارة بما أن هذه عليها الـ AMG كيت، فالسيارة بريكات اللي عليها الـ AMG، إحساسها في القيادة العادية داخل المدينة بيرفكت ما شاء الله تبارك الله، جدا ممتاز. طبعا وسائل مساعدة السائق بالسيارة هذه ما في أي شيء ممكن يتدخل، اللي يسمونه الأكتف اللي يتدخل ويسوي هذا، إلا لا سمح الله إذا قربت من السيارة اللي قدامك بشكل كبير راح تعطيك تحذيرات، بعدين راح تمسك بريك. اللي أنا استغربته صراحة، مع أنهم اشتغلوا على السيارة هذه بشكل كبير والأبعاد والأمور هذه تغيرت، فكنت أتوقع أن هم ركزوا في السيارة هذه أنها تكون رياضية أكثر يخففون في الوزن. فتفاجأت أن وزنها 1785 كيلو. الرقم هذا يعني شوي كبير على سيارة بالحجم هذا وسيارة جديدة، يعني السيارة هذه راح تعيش تقريبا ممكن 6 أو 7 سنين قدام، إذا يعني أخذنا بالاعتبار الفيس ليفت راح يصير يعني في نص عمر السيارة. ولكن فعلا السيارة هذه الكاركتر حقها أو أسلوب السيارة هذه مختلف بشكل كبير عن الجي ال سي. أنا السيارة هذه قيادتها ممتعة، بالشوارع العامة قيادتها جدا ممتعة. طبعا مرسيدس تقول استهلاك السيارة هذه من البنزين متوسط، يعني داخل مدينة وهاي واي تقريبا 7.3 لتر في 100 كيلو. خلونا نجرب مع بعض كم راح تجيب. راح اجربها تقريبا 20 كيلو داخل المدينة قيادة عادية، وراح اخليها على الايكو القيادة اللي فيها توفير البنزين، وراح نصفر العداد. ريسيت، راح امشي فيها 20 كيلو داخل المدينة تقريبا، وبعدين على الهاي واي راح اثبت السرعة على 120 ونشوف استهلاكها على 100 كيلو. ورفقاء الدرب موجودين وحياكم. اوكي، مشيت بالسيارة تقريبا 21 كيلو لمدة 36 دقيقة، متوسط استهلاك البنزين 10.3 لتر. الان امشي فيها 100 كيلو اثبت السرعة على 120 ونشوف استهلاك البنزين. اوكي، مشيت بالسيارة 129 كيلو، ثبت السرعة على 120 هاي واي وداخل مدينة مدة ساعتين تقريبا الا ربع، معدل استهلاك البنزين 8.3 لتر في 100 كيلو. يعني هذه راح تمشيك في تانك اللي هو 66 لتر ما يقارب 780 كيلو. لو تذكرون حلقة الجي ال اي 43 اللي جربناه، وصوت الاكزوست وصوت الماكينة والاشياء هذه، ولما تشوف الـ 63 الـ AMG راح تتوقع انك راح تسمع صوت حلو بالسيارة هذه سواء من الماكينة او من الاكزوست، ولكن يعني للأسف صوت الماكينة ما هو حلو، او خلنا نقول شوي مزعج لما تطلع برا السيارة خصوصا، راح تسمع صوت مزعج. وصوت الاكزوست ما في صوت، فاللي يبغى فعلا يبغى الصوت يبغى الأداء ويبغى الأشياء القوية جدا بالسيارة هذه فيروح للـ 43، راح يكون سيارة أعتقد راح تكون شبه بيرفكت.
راح تاخذ نفس ماكينه الجي ال اي ال 43 اللي هو 6 سلندر، راح تكون يعني القوه اللي فيها والصوت روعه. وضعيه القياده في السياره هذه المرايا نازله شوي، هذا شوي غريب من المرسيدس يعني، خصوصا من الجهه اليمين احس المرايا نازله انزل من المنطقه هذه شوي، بس الرؤيه فيها روعه. المرايا الرؤيه دائما في مرسيدس ما شاء الله تبارك الله روعه، سواء من اللي في الوسط هذه او من الجوانب هذه مكبرينها بعض السيارات يعني، مثلا زي البورش مصغرين هذه، وعندك البي ام الرؤيه في المرايا الجانبيه ما هي حلوه، بس من المرسيدس كلهم بيرفكت. ولكن وضعيه الدركسون السكان الكرسي والاشياء هذه عندك يعني اندلس من الوضعيات يعني الى ما لا نهايه، تقدر انك تنزل كرسي ترفع على كيفك يعني، فعلا السيارة هذه تبغى تنزل بزيادة الكرسي تقدر ما عندك مشكلة. طبعا السسبنشن او المساعدات المعونيات لو اخذت عليها الارماتيك، الحلو فيها ان لما تكون على السرعات العالية راح تنزل السيارة 15 ملي، ولو مثلا تبي تطلع في مكان يعني ما هو متوازن او ان تبي ترفع السيارة فراح يرفع لك السيارة تقريبا 50 ملي او 5 سنتي. وانا صراحه انا اي ريكومندت فيري ويل يعني، انا انصح فيه. العدادات اللي بالسياره، العدادات خلينا نقول العاديه الانالوج، بس شكلها حلو، بس انا ودي ان عليها الاي ام جي، عدادات الاي ام جي بتكون احلى. السيارة ممتازة، السسبنشن لما ندوس بنزين أحس السيارة ترجع وراء، لما نمسك بريك تنزل قدام، بس يمين ويسار أنا أشوف السيارة ما تتحرك لا يمين ولا يسار، هذا شيء جدا حلو يعطيك يعني ثقة بالنفس أن السيارة هذه ممكن تدوس فيها ما عندك أي مشكلة. وتقدر طبعا تطلب عليها الأدابتف اللي يصير سبورت قاسي ويصير مريح، وفي عندك الإيرماتيك، بس هذه كستاندرد سسبنشن بالحلبة أنا أشوف أنه يعني إلى حد ما معقول، لأنه ينقل الوزن من وراء لقدام لما تمسك بريك. الدركسون أحسه شوي مستعجل يعني، تلف يعني يلف أكثر شوي من اللي أنت تبيه مثلا، بس بعد فترة ممكن تتعود عليه. المكينة والجير عادية، ما شفت أنه في شيء واو صراحة في الجير والمكينة، فتعتبر سيارة الجير والمكينة عادية. الفرامل زي ما قلت فرامل ممتازة، بس ما هي الفرامل اللي تعطيك ثقة قوية جدا تقول والله هذه فرامل رياضية، مع أنها فرامل AMG بس ممتازة بالشوارع العامة، ممتازة بالحلبة إلى حد ما أوكي، بس الإحساس الدعسة حقتها ما هو الدعسة العنيفة اللي تقول والله إيه أبدوس الزيادة، هذه شوي تحس أنك تقول والله لا شكلي مستعجل شوي. صوت الماكينة طبعا ما في صوت حلو يعني، صوت عادي جدا، صوت الأربع سلندر. الإكزوست أنا ما سمعت صراحة صوت الإكزوست، فهل تقدر تأخذ السيارة هذه الحلبة؟ أكيد لا، ممكن تلقى في بعض الأحيان، بس هذا شيء عادي يعني في أغلب السيارات خلنا نقول الدفع الرباعي، لما تكون على اللفة وتلف وتدوس تحس السيارة تزحف قدام شوي، اللي يسمونه الأندرستير.
اوكي جربت السيارة على مدى الويكند يومين. التغيير بين هذه وبين الجي ال سي العادية الاس يو في تغيير كبير جدا صراحة، يعني لا من شكل، لا من أداء، لا من أسلوب، يعني صراحة الفرق بينهم بالسعر تقريبا 2000 دينار أو تقريبا 25000 ريال سعودي أو 4000 دولار، بس صراحة السيارة مختلفة كليا، شكل حلو. طيب إذا بنقارنها بالمنافسين فلازم أن ناخذ طبعا أختها الجي ال سي ال 250 ولازم ناخذ الإكس 4، راح ناخذ الاكس درايف 28، راح ناخذ المكان الاربع سلندر ستاندرد اللي استضفناه في حلقه من الحلقات، واخر سياره لكسس الان اكس 200 تي الاف الاف سبورت اللي هو تقريبا اعلى واحد فيهم. فاذا بنشوف الاطوال والابعاد والاشياء هذه، هذه اطول وحده ما شاء الله و انزل وحده، يعني السنترف جرافيت راح يكون بهذه تقريبا راح يكون نازل، السقف هذه نازل بشكل يعني كبير. الجي ال سي ال 250 العاديه الغريب ان وزنها اخف من هذه، وهذه ملاحظه يعني صراحه غريبه شوي ما ادري ليش، بينما باقي الاشياء يعني مثلا العرض المكان الفرونت تراك ويدث الرير تراك ويدث ما شاء الله المكان يعني مبدع فيهم. اذا بنتكلم على انجنز ومكان وقوه والاشياء هذه فكلهم اربعه سلندر طبعا، وكلهم 2.0 وتيربو وكلهم دفع رباعي مستمر. راح نشوف ان اقوى وحده فيهم المكان طبعا، بينما في التسارع بتكون الارقام الرسميه بالتسارع راح يكون الاكس 4 البي ام اسرع واحد فيهم من 0 الى 100 تقريبا في 6.4 سكند. اللكسس للاسف ما عندي لها اي ارقام. اذا بتكلم على اسعارهم راح نشوف ان تقريبا ارخص واحد فيهم كستاندرد طبعا المكان ستاندرد، بس السعر اللي حطيته انا حق اللكسس الان اكس الاف هذه الفول اوبشن، هذا سعر الفول اوبشن. طيب شنو عاجبني بالسياره وشنو اللي مو عاجبني بالسياره؟ اللي عاجبني بالسياره التصميم الخارجي روعه، الاضاءه الخارجيه كلها بالكامل LED صراحه روعه، ومن داخل ممتازه. التصميم الداخلي كل ما تعيش معه فتره كل ما تحبه اكثر، فصراحه انه تصميم جدا مريح. في تطور كبير صراحه في الدركسون، احساس الدركسون او الستيرنج مقارنه بالجي ال سي العاديه، ونفس الشيء بالنسبه للجير. شغله ثانيه السياره هذه لا يغرك انها يعني نازله بشكل كبير يعني بالطريقه هذه، بس فعلا السياره هذه عمليه، يعني كعائله صغيرونه فعلا السياره هذه عمليه وكلها دروج وكلها يعني وفيها دبه وشغل جدا ممتاز. الرؤيه داخل السياره يعني صح المنطقه هذه بتكون يعني تقريبا مسكره شوي، بس لا فعلا الرؤيه تقريبا 360 درجه جدا ممتازه. الاشياء اللي ما عجبتني صراحه يعني بالسياره بالسعر هذا وبالاسم هذا وما فيها ريحه جلد صراحه ما هي حلوه. شكل الجنوط والرنجات اللي موجوده عليها للاسف هذه ما هي حلوه، اللي كانت على الجي ال سي العاديه الاي ام جي ال 20 كانت هذيك ما شاء الله تبارك الله. صوت الانجن صوت الماكينه وصوت الاكزوست مش ولا بد، واداء الماكينه والجير مش ولا بد. الوزن ما ادري ليش هذه يعني اثقل من اختها اللي المفروض ان هذيك تكون اثقل من هذه. السسبنشن كان صراحه حلو، بس لما تاخذ فيه مطب او مطبين وانت مسرع شوي رده فعله فعلا تضايق، يعني فعلا تخلي الواحد يزعل انه ما طلب الايرماتيك الهوائي. البريكس في السياره قويه ما يحتاج، بس احساسها الاحساس كان ودي ان احس الفرامل الرياضيه العنيفه، فيمكن يكون مؤثر بشكل كبير عليها السسبنشن او المساعدات والمعونيات ممكن. وطبعا اخر شيء افتح السياره صراحه ما هو حلو، شكله قديم جدا. طيب نجي الان لاسعار السياره، الاسعار الرسميه بالكويت وبالسعوديه وبالدولار. فالسياره هذه ال 250 تبدا بالكويت من 17700 دينار، يعني تقريبا 218000 ريال سعودي، بس بالاوبشنز والمواصفات اللي عليها تقريبا سعرها 22000 دينار او تقريبا 265 270000 ريال سعودي، شوي غاليه. بس لو بتخليها مثلا فل اوبشن، تخلي الداخليه الديزاين وتحط كل اللي تبيه فيها،
فسعرها راح يصير تقريبا 25,000 دينار او تقريبا 310,000 ريال سعودي. اذا بتطلع لل300 فهذه راح تبدا من 20,700 دينار او 255,000 ريال سعودي. بس اللي تبغى اللي عليها الكلام اللي هي ال 43 الاي ام جي هذه سعرها يبدا من 24,000 دينار او تقريبا 297,000 ريال سعودي. هذه موتر 6 سلندر وسبورت اكزوست وراح تستانس عليها. هذه لو تحطها في فل اوبشن راح تصير 28,500 دينار او 350,000 ريال سعودي. شوي صراحه المبلغ، بس ترى انت ما اخذ سبورت، يعني فعلا السياره راح تكون سبورت بكل ما تعني الكلمه. طيب الضمان والاشياء هذه والسيرفس والامور هذه، المرسيدس راح يعطونك 3 سنين مفتوح الكيلومترات، والسيرفس راح يعطونك اول ثنتين ببلاش اللي هي ال 15,000 و 30,000 كيلو، هذه ببلاش طبعا ما تشمل البريكات والسفايف والديسكات التواير والاشياء هذه، يعني امور الدهن والفلتر والزيت والامور البسيطه هذه. وخدمه مساعده على الطريق موجوده وحاطين لك الرقم على الباب، بس لو تتصل فيهم الله يعينك تدفع مبلغ حق التوصيله. وبنهايه الحلقه اتمنى افدتكم في هالسياره اللي فعلا يعني كنت اتمنى ان اجربها هي واختها الاكبر، والحمد لله وفرناها وسوينا عليها تجارب، ان شاء الله استفدتوا منها، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه على سياره رياضيه او سبورت او سوبر سبورت او فخمه. فمان الله. لا تطلع ان شاء الله. لا تطلع ان شاء الله. ان شاء الله تطلع. الله يعطيك العافيه. Ha 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 ha.